اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 信道的人们呐、啊，你们不要吃重复加倍的利息，你们当敬畏安拉，以便你们成功；你们当防备那位不信道的人而预备的火狱；你们当服从安拉和使者，以便盟主的连续；你们当争先屈服从你们的主发出的摄诱和那与天地同宽的以为敬畏者预备好的乐园。 敬畏的人在康乐时施舍，在艰难时也施舍，且能易怒，又能恕人。安拉是喜爱行善者的。敬畏者当做了丑事或自欺的时候，纪念安拉，且为自己的罪过而求饶。除安拉外，谁能赦宥罪恶呢？他们没有明知故犯的护恶不全。 这等人的报酬是从他们的主发出的舍诱和下林诸河的乐园，他们得永居其中。遵循者的报酬真优美呀、啊！有许多肠道已在你们之前逝去了，故你们当在大地上旅行，以观察否认者的结局是怎样的。这是对世人的一种宣誓，也是对敬畏者的一种向导。 和教训。